السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي هل الذكاء الصناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق هل ده ليه علاقة بمجال الكونستراكشن ولا لأ؟ البيم ميزته إن هو فاهم إن دي حيطة وإن ده عمود وإن ده مثلا فاير فايتنج وهكذا، فبيبقى سهل جدا تبرمجه، سهل جدا إن أنت تدخل الذكاء الاصطناعي فيه. ليه؟ لان هو فاهم كل حاجه. لما كنا بنعمل الموضوع ده على الاوتوكاد، انا اشتغلت فتره في برمجه الكاد واشتغلت فتره في برمجه البيم، الاثنين على الخفيف يعني عشان ما بقاش ايه بدعي ما ليس فيا. ففي الكاد كنت تاخد وقت كبير جدا عشان تعرفه ان ده حيطه، تاخد وقت كتير جدا عشان تعرفه ان ده عمود، انما ده خلاص بقى جاهز فاختصر عليك وقت كتير جدا. وممكن نعمل قواعد معينه، تمام؟ مثلا عايز اعمل تشيك هل السلالم قريبه من بعض، سلالم الهروب مثلا المسافه بينهم قد اللي بيقول عليه كود ولا لا، مثلا هل التوزيع بتاع الفاير او اللايتنج او الشباك هل مطابق للكود ولا لا، هل التسليح مثلا او الاستراكشر مطابق للكود ولا لا. فده اصبح حاجه اساسيه موجوده دلوقتي اسمها اي سي سي اوتوماتيك كود تشيك، بحيث ان انت قبل ما تبعت حاجه تاكد ان شغلك سليم ولا. طيب تعال نشوف السبيس ميكر، احنا كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده. الفيديو هوت توزيع المباني على قطعه باستخدام الذكاء الاصطناعي سبيس ميكر اي اي. الفيديو ده بقى له سنه، مظبوط؟ سنه. في مهندس صابر بيقول قناه مفيده جدا لكل المعماريين، بالتوفيق، الف شكر. ما كنت شفت التعليق. في حاجه عندي بتخلي فلتره للكومنتات فما بشوفهاش. المهم يعني خلينا نرجع للسبيس ميكر دوت. بقول له مثلا انا عايز اشوف مشروع جديد مثلا، تمام؟ او ممكن نفتح اي مشروع من المشروعات، مش زي فرق كتير. طيب اقول له مثلا ده المشروع ده موجود فين مثلا؟ في لندن، تمام؟ مساحة الأرض أنا شكل فيهم مثلا حاجة زي كده. طيب ممكن يكون ليها صلاحيات، خلينا نشوف المثال دوت. الموضوع سهل جدا وبسيط، أنت عندك قدرة إن أنت تعدل الارتفاعات بتاعة المباني. تمام، وزي ما انت شايف في فريق كامل شغال في الحاجه ديت وبيعدل فيها، تمام؟ فاحنا بنعمل زوم اهوت، وبالزرار اليمين ببدا اتحكم، تمام؟ ممكن تعمل سيلكت مثلا على المبنى دوت، هيطلع لك كل الخصائص بتاعته، فتقول له لا ده انا عايز المبنى ده مثلا ايه خمس ادوار، تمام؟ عشان خمسه وخميس يعني خمس وشو. هنا مثلا هتقول له ده ثمان ادوار، تمام؟ تقدر تتحكم في ارتفاعات المباني كلها. انا عايز اخلي ده مثلا خمس دور، ماشي؟ طيب كل حاجه من دول بيبقى لها تاثير، ويبدا يجيب لك الدراسه بتاعتها. هنا بيقول لي السايت اريا قد ايه وكل المعلومات بتاعتها. ممكن اقول له عايز اعمل دراسه للشمس، فبدا يجيب لي ان الشمس مثلا في الوقت الفلاني هيبقى فيه الحته دي ضله، الحته دي مش ضله. تقدر تحدد اي وقت اللي انت عايزه وهكذا، تمام؟ ده بالنسبه للشمس، تقدر تتحكم في كل حاجه فيهم. هو يبدا يجيب لك ريبورت بكل المعلومات اللي انت عايزها، والحاجه هي موجوده هي، تمام؟ طيب ممكن تقول له الضوضاء، تمام؟ مثلا هنا يبقى في صوت عالي، تمام؟ عشان هنا في عربيات كتيره، فلذلك لما بنيجي نسمم مثلا مجاوره او منطقه ما ينفعش ان انت تخلي في اماكن الناس تعدي منها. يعني لو دي مثلا مش على البحر هتلاقي كل العربيات بتعدي، لا، المفروض ان انت بتصمم الشوارع ان جوه، ان الجزء اللي بره دوت بيبقى سوبر ماركت حاجات زي كده، وجوه بيبقى البيوت، وما بقاش فيه شوارع بتعدي، هو مجرد بس ايه الناس تركن العربيات بتاعتها هنا، وهنا بيبقى في شارع واحد بس مش بيقطع الحاجه من اول لاخرها، لا، بحيث لو حد عايز يدخل يركن جنب بيته وبتاع. انما طول ما انت قاعد تلاقي العربيات بتعدي ده بيعمل دوشه والناس ما تبقاش مستريحه، تمام؟ دي من ضمن النويز اهيت. ممكن تعمل كاستم حاجات خاصه،
تمام. ممكن تقول له بقى الرياح، يبدأ يعمل لك دراسة للرياح بالشكل دوت. طبعا كل ما بتغير ارتفاعات المباني ده هيأثر برضو على الشكل اللي موجود. 15 ايه انا كتبت، ماشي خليها عام 15. تمام. طيب الانرجي، وانت وول ريتيو، الريتيو قد ايه مثلا؟ 55. الكونسترين، القاعدة اللي انت عايزها، ممكن تقفل بعض الحاجات. ده الديزاين عملناه. بتدخل بقى على الاناليسيس، بيبدأ يجيب لك اناليسيس للحاجة اللي انت عاملها. ده مثلا البيلدينج هيجيب لي مثلا الاوت دور اريا، بتقول له اناليسيس، بياخد شويه وقت كده مثلا ايه دقيقه ولا حاجه يعمل لك اناليسيس ليها. الصن الشمس او بدا يجيب لك الشغل الفساد اللي بره عامل ازاي وهكذا. فممكن تعمل كذا سوليوشن، تشوف اني واحد فيهم اللي هيكون مناسب ليك. الدي لايت، كونستراكشن انجل، بيقول ان انا عملت ابديت. تمام ماشي شكرا. النويز، يبدا يعمل لك اناليسيس للنويز بالشكل دوت. تمام. فممكن مثلا نقرر ان احنا نزرع اشجار هنا. تمام. طبعا تقدر تغير الاشكال كلها من هنا، تقول له انا عايز توزيع تاني خالص، وتشوف التوزيع ده هيكون مناسب ليك ولا لا. الفيو دي بقى مقصود بقى ايه؟ انا واحد فيهم اللي هتشوف البحر، فتقدر تعمل اناليسيس، فتقدر تقول مثلا والله الحاجات دي بالشكل ده عدد كبير جدا شايف البحر، فده هيبيع اكتر. لا انا ممكن اقلل ارتفاع المباني دي وازود هنا بحيث يبقوا الاثنين شايفين البحر وهكذا. تبدا انت بقى ايه تعمل الدراسه بتاعتك. تمام. احنا شرحنا في فيديو فكفايه عليه كده. ندخل بقى على اللي بعد كده. بس هو اللي بعد كده موضوع طويل شويه، ممكن ياخد 10 محاضرات، اللي هو السمارت هوم ديفايس. فاحنا في الشركه بتاعتنا بنقدر نعمل سمارت هوم يقدر يوفر الطاقه. مثلا لو انت خرجت عن البيت مسافه معينه، يبدا ان هو يقفل الانوار اللي موجوده ويقفل التكييف حتى لو زوجتك موجوده. لا يعني لو ما فيش حد موجود في البيت، يعني لو في حرامي دخل على طول يبعت لك رساله ان في حد دخل مثلا من الشباك او كذا. ممكن تظبطه من الصبح كل الستاير تتفتح فانت تصحى لان النور دخل. فدي قصه كبيره جدا. الجينيريتيف ديزاين دي من الحاجات القويه جدا، اللي هي ان انا اقدر اقول له والله انا عندي كذا فكره. ممكن مثلا اقول له ارتفاعات المباني اعمل لي كذا ارتفاع، وبدي له قيود معينه، هو يبدا ان هو يختار الحاجه اللي عايزها. او عندي غرفه معينه عايز اوزع الكراسي والترابيزات، فبدي له بارامتر معين او اقول له قواعد معينه وهو يبدا يلتزم بيها. ان شاء الله شارك معاكم ملف البي دي اف دوت وكتاب تاني برضو. ده فيديو شرحنا الموضوع ده بالتفصيل. السلام. تمام. اكتبوا لنا تعليقات كده عشان تشجعونا. تمام. الداينامو دي من الحاجات القويه جدا، وعلى فكره الداينامو تقدر تبرمج جواه ذكاء اصطناعي ومشروح بالتفصيل. وبرده الجراس هوبر شرحناه برده بالتفصيل. عندنا البرنامج دوت، ده منصة للتحليل المكاني المتقدم. بتقدر ان انت تحدد المكان بتاعك وتحدد التحليل بتاعه والتوزيع بتاعه زي ما شفنا كده في السبيس ميكر. اهو بالشكل دوت، هتقول له لوجن اند داونلود. اعتقد ان انا شرحت البرنامج دوت. فهو من البرامج، انا مش فاكر انا سطبه ولا شلته. لا شايله دلوقتي. طيب ده برنامج اسمه ديبس ماب اكس، ده منصة برمجية متعددة المنصات، بيعمل تحليل للشبكة المكانية عشان نفهم
العلامات الاجتماعية داخل المبنى، فبتبدأ تعمل دراسة للمساحة المفتوحة وتربطهم مع بعض، تمام، بالشكل دوت. يعتبر زي خريطة كده للمكان والاستخدام بتاعتها. عندنا برنامج اسمه فينش 3D، ده فكرته طريفة جدا، ان انت مثلا عندك مساحة معينة، اول ما تغيرها يغير لك التوزيع كله، تمام. يعني انت طبعا بتعمل ساين اب تو ويت ليست، بحيث يبعت لك ان انت تجرب. انا مش فاكر. طيب ده المهم، هو مجرد ان انت بتغير الطول والعرض يروح يعيد توزيع ويضيف غرف ويلغي غرف وهكذا. دي الفكرة برضو بتاعته. هو عامل دراسة، الراجل ده شفت له شوية كتب جميلة جدا، الموقع بتاعه. بكل اختصار ان هو قاعد يشرح هو بدأ ازاي وبرمج ازاي والقصص دي كلها، بحيث ان مجرد تعمل اي تعديل يظهر في المبنى كله بالشكل دوت. فلو انت غيرت اي تعديل مش محتاج تعدل الشغل، هو اوتوماتيك بيعدل نفسه، تمام. ده اللي احنا بنقول عليه الاي سي سي. تقدر تعمل تشيك على الشغل بتاعك، اوتوميتد كومبلاينس تشيك، بيعمل تشيك على الموديل بتاعك ويتاكد ان انت ما طابق للكود. طيب بالنسبه للكونستراكشن دلوقتي بقى فيه درون، الدرون بقى بتقدر تبرمجه بحيث ان هو يستفاد ويقدر يتعامل مع الحاجات اللي ما تبرمجش عليها قبل كده، تمام. فالطياره بتدخل وتصور، ولو في اي مشكله حصلت بتدي تنبيه وتتعامل معاها، وبقت مبرمجة بخوارزميات التعلم العميق، يقدر ان هو زي الانسان يتعامل مع الحاجة من غير ما كل انت قايله عليها. طيب الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم ازاي نبدأ في تعلم الذكاء الاصطناعي.